زار سماحة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان عائلة المعتقل طالب علي المحكوم في 3 قضايا لمدة 30 سنة في بيتها بمنطقة سترة مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2013. واطلع سماحته على تقرير معد من العائلة حول ظروف اعتقال طالب والتعذيب الذي تعرض له، حيث أشارت إلى أنه اعتقل فيما كان مطارداً منذ فترة السلامة الوطنية وحتى الاعتقال في 14 نوفمبر 2011، وأنه تعرض للتعذيب الشديد بالصاق الكهربائي ونزع الأظافر وإجباره على شرب البول وتعريته إلى مدة 2 يوم وتعريضه إلى مكان بارد وتهديده بعرض زوجته وإجباره على شرب حبوب تؤدي إلى الهلوسة لا زال يعاني من أثرها. وقالت العائلة بأنه تم مداهمة منزلها حتى بعد اعتقاله، وأنه اقتيد إلى جهة غير معلومة بعد الاعتقال، وتم مصادرة سيارته الخاصة وهواتفه النقالة وكل ما بحوزته أثناء ذلك، لافتة إلى أن مسلسل البحث عنه استمر لمدة 1 أسبوع بين النيابة والتحقيقات ومركز الشرطة، في حين رفضت الجهات المعنية في مركز الشرطة أن تقدم العائلة بلاغاً حول فقدانه. وذكرت العائلة لسماحته بأن طالب اتصل بعد 8 أيام لثوان معدودة وكان صوته مرهقا وقد طلب إحضار الملابس له، في حين علمت العائلة بعد ذلك أنه أصيب بكسر في الفك الأيسر وخلع في الكتف الأيمن وتراجع في السمع والبصر نتيجة التعذيب وأنه منع من العلاج لمدة طويلة. وكان طالب قد أفاد أمام القاضي خلال محاكمته أن رئيس نيابة العاصمة هدده بالسلاح في مبنى النيابة العامة للتوقيع على اعترافات في القضايا المتهم بها، علما أنه يواجه تهما في 6 قضايا أهمها تكوين خلية إرهابية. بيرجعون إن شاء الله وراسهم مرفوع لفاوك إن شاء الله إن شاء الله حق محمد وآل محمد طيبين الطاهرين إن شاء الله أفرج للجميع إن شاء الله بحق محمد وآل محمد الله. يا الله مال الله اسمع الله من دعاك إن شاء الله الله يخليكم إن شاء الله وطول أعماركم جميع إن شاء الله إن شاء الله. صمود أبو عبد الجليل صمود الحمد لله رب العالمين صمود. أنا المحامي سيد هاشم صالح محامي المعتقل طالب علي حسن طالب علي محمد حسن طالب معتقل تقريبا من مدة سنة حاليا محكوم لمدة 30 سنة. فضلا عن ذلك بأن عليه تقريبا 3 قضايا تجاوز أحكامها ما بين 10 سنوات وال15 سنة. بين يدي هذا المختصر إلى قضية طالب علي، أحد الأوراق من هذا المختصر تذكر أساليب التعذيب التي تعرض لها هذا المواطن. يذكر هنا تقريبا 16 أسلوب. قد سألت المحامي بشكل مباشر، قال سمع هذه الأمور من الطالب نفسه أنه تعرض إلى هذه الأمور. من هذه الأمور التي ذكرت في هذا التقرير: منع من الأكل والشرب مدة 4 أيام، تم التعرض إلى الضرب مما أدى إلى كسر فكة من كثرة الضرب، تم توقيفه لمدة 20 يوم وإذا أغمي عليه تم رشه بالماء البارد لكي يستيقظ، تعرض للصاق الكهربائي في البطن والخصر والخصيتين. وهنا أمور يعني يصعب على الإنسان ذكرها في بقية هذا المقطع. تم نزع بعض أظافره أيضا، أمر لا علاقة له بتعتقل أو تتهم. تم تعرية المتهم إلى مدة 2 يوم
وتعريضه إلى مكان بارد، تهديد بعرضه في زوجته وأخواته، إجبار على شرب البول، إجبار على شرب حبوب، أعداد كبيرة من حبوب تؤدي إلى الهلوسة، لا زال يعاني من أثارها اليوم بعد أكثر من، ممكن الآن مضى عليه 8 شهور، 11 شهر. التعليق والتعذيب، أي أثر يبقى إلى الاعترافات التي تنتزع بهذه الطريقة، وأي قيمة إلى حكم يصدر نتيجة لهذا التعذيب وهذه الاعترافات؟ قد أخبرني المحامي أنه يمنع عندما يريد أن يقول ما يجري عليه في المحكمة، يتم منعه من قبل القاضي، وتم إخراجه بحسب كلام أحد إخوته من المحاكمة لأنه تجرأ على ذكر ما جرى له من تعذيب. الحرية إلى طالب وإلى سائر المعتقلين الذين لم يحصلوا على محاكم عادلة، والذين تطابقت محاكمهم مع ما تفضلت في نافي بيلاي والمنظمات الدولية بأن هناك انتقام وهناك اضطهاد سياسي وهناك عدالة زائفة، لا تتحقق بهذا النوع من المحاكمات. الحرية لسائر المعتقلين والسجناء.